ده جهاز الاماميه. الجهاز الاماميه بنشتغله ثبات او حركه بعد 3 شهور من العمليه، في حاله ان انت واخد الرباط الجديد اللي انت عامله من وتر الخلفيه او من وتر الصابونه. انت مش واخده من الاثنين، واخده من العرقوب، ممكن تعمله بعد شهرين ثبات برضه. اشتغل ثبات ازاي؟ في الاول اشتغل ثبات ان انا برفع رجليا السليمه، برفع الجهاز برجلي السليمه وبحط المصوبه جنبها، ما بشتغلش بالاثنين مع بعض. ده في الاول، حتى ثبات او حركه حتى بعد 4 شهور لازم الاول تحمل على السليمه الاول، بعدين تحمل على المصوبه بالتدريج. لكن ما تشتغلش من اول بون ليج على السليمه وعلى المصابه سوري وتشتغل بيها حركه طالع نازل، انت مش اله، انت هتتصاب تاني، عشان الرباط الجديد مش نفس وظيفه الرباط القديم. اصلا مش رباط صليبي، ده رباط متصنع، متصنع من وتر الخلفيه او وتر الصابونه او من عقوق الرجل. فانت بعد اذن حضراتكم، بعد اذنكم، يعني محدش يجي يقول لي انا بشتغل كذا، انا قلت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، احنا ماشي. مش احسن حاجه، مش كارثه، بس كتره بيسبب كارثه. يعني انت يعني وزن تقيل، مجهود عالي، كل الحاجات دي كلها يسبب مشكله، يعمل لك ارتخاء. فانت ممكن ماشي، عملت مره، عملت اثنين، عملت ثبات بعد شهرين ونص مش ثلاثه، الدكتور اللي معاك او الاخصائي التقيل اللي معاك شايف ان انت تقدر تعمله، خلاص هو ادرى بيك، فمش كارثه. لما تجيش حاسس ان الدنيا قفلت في وشك، فبالراحه كده ونهدى ونثق في الناس اللي شغالين معانا. انا رايي وده اللي بنعمله، وكتر لما التدريج لما اشتغلنا من الاماميه مع الناس، مع الوقت عمل لهم ارتخاء ولو بسيط. فانت لو مش مقوي رجليك قوي 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 وعملت الجهاز ده كتير، هيحصل لك ارتخاء. انا بقول لك اهو بكل بساطه، لو فضلت شغال على الجهاز الاماميه بس من غير تمارين بودي ويت، من غير تمارين تانيه، هيحصل لك ارتخاء في الوتر الصليبي بتاعك بعد العمليه، بالذات لو انت واخد الرباط الجديد من وتر الخلفيه. كده الموضوع قتل بحثا، بحثا صح، اتقفل، ما حدش يتكلم فيه تاني، ما حدش يخش يكلمني يقول لك انا يا كابتن انا عملت كذا 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 ورجلي توجعني. طيب هتوجعك فتره مؤقته، مع التلج هتروح. ما دام مره ما فضلتش مستمر عليه، شغال برجل واحده طالع نازل بوزن تقيل عشان تكبر العضله والقوي، في مليون طريقه تانية غير جهاز الاماميه. هو مفيد جدا، هو ده اكتر جهاز بيشتغل على العضله، بس في الاول الرباط الجديد ما خدش الوظيفه بتاعته، ما خدش الميكانيزم بتاعته، الحركه بتاعته لسه ما اتعودش على الكلام ده. لما تجيش تقول له خد 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 خد، هيرد عليك بطريقه تانية بتاعته. ف زي الفل، كمل وصف الدكتور اللي شغال معاك، بس في نفس الوقت برضو ما تروحش قوي، اسال عادي، اساله طب ممكن اعمل ده مكان ده، ممكن اعمل ده مكان ده، مفيش غير الجهاز ده. لو حاسس ان التمانه دي تعبالك ركبتك، قول له مفيش غيرها، ممكن اعمل حاجه غيرها تكون مريحه ليا اكتر عشان تعبان. لكن ما تقولش مش هعمل دي، هو الراجل هو ادرى منك ومني، هو اللي شايفك قدامه. فاتكلم معاه بكذا طريقه، الدنيا تبقى حلوه ان شاء الله.